السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاز فيرز جيمز عزيزي المشاهدين في 19 من طلبها من مصر الحلقة الخامسة. شكرا لكم على دعمكم على المقاطع الماضية الأخيرة، يقدرون على القطعة، لكن بإذن الله زي ما انتم شايفين نزل جدول وأكثر جا أو أكثر جدول جاء على التصويت اللي هو كل اثنين الثلاثاء وخميس الجمعة مقطع. فبإذن الله راح يكون كل اثنين الثلاثاء وخميس الجمعة مقطع. فيلا خلينا نبدأ. طبعا حلقة اليوم عندنا الانتخابات الشتوية وما جت اقتراحات كثيرة، لكن أنا بضيف لعيب اللي احتاجهم وارجع لكم. منصور صار 65، لعبة يصير التدريب القادم احتمال كبير يصير 68. طيب المباراة المقبلة أمام الفيصلي، لكن حابين نحسم صفقة. خلينا نقدم بعد، راح أستعرض لكم طبعا القائمة اللي عندنا باللعيبة اللي نبغى نضمها. قبول فرشان غادر، شفت حديث المراقب الشهري رفض تعاقد. طيب خلينا نشوف العيب اللي اعطانا اياه. سانشو مدينة نجيب عارة؟ لا، لعيب. طب برافو، خلنا نبدأ مفاوضات معاهم. حارس ممتاز جدا، خذ جونز. حلو، وافق. كويس كويس كويس. تكفي غوارديولا، انا اقول مليونين مناسب. حلو، غوارديولا يوافق على مليونين. كلاودي برافو في طريقه الى العالمي، افضل بجونز بمراحل، افضل من جونز بمراحل. حاسم اكيد راح يفيدنا، مدة العقد عامين. حلو، وافق رسميا. إذن كلاودي برافو ينضم لكتيبة العالمي. كذا خلنا نعطيه الكابتنية، ولا الكابتنية مع عمر هوساوي. يلا خلنا نسكر مباراة الفيصلي، مباراة صعبة أكيد، لكن نوثق في اللعيبة بإذن الله، وأتوقع يقدرون يجيبون ذا الانتصار. برافو في أول مباراة له بقميص العالمي. طيب راح استلم رقم واحد في المباراة المقبلة. حلو، فزنا 1-0 بهدف من الغنام سجل امام النادي السابق. يلا خلينا نقدم ونرجع لكم. كيف في عرض للبريكان، رفض رفض، خليه يجلس البريكان، كنا نحتاج يوم من الايام. خلينا نسكب العواشير، صار 68 كويس. توقع شهري في التدريب المقبل راح يكون 71 بعد التدريبات الجاية، فالطاقة قاعد تتطور. انتظر نص حتى حلو. هداف الدوري مين؟ الشمراني. حلو، لاعب سعودي في المنافسة مع جانين، وعند رجليان من مصر 8 أهداف. أحمد موسى برضه عنده 7، مرابط عنده 6 أسيست، بيترس نفس الشيء. برافو، من مباراة واحد كلين شيت واحد، شيء كويس. أكيد بعد راح للبراد جونز اللي راح طبعا رسميا مانشستر سيتي وعاد من جديد للبريمير ليج. والله السهلاوي بيضم سانتوس، لا ما راح نفرط في لاعب مثل السهلاوي، قد نحتاج فلاسيوية. راح اتفاوض معاه وارجع لكم. طيب جدد طبعا عقد السهراوي. خلنا نقدم يلا مباراة احد، بس كنت بشيك على شيء. الغاء العرض الشهري، جاء عرض من لاس بالماس، رفض. مع انه والله فرصة له الاحتراف، لكن احتاجه في العالمي. عسير قبول، خرج.
ان شاء الله نباع، بس جيب لنا مبلغ دينا نجدد فيه عقد كملاعب. احمد موسى اعاره لا، كي يدفع ملايين ممكن يبيعه، اما تاخذ اعاره لا. مباراه احد في الدوري راح نسوي تبديل كذا خفيف في التشكيله نعطي فرصه للاخرين. فيلا عوده غالب عشان نعطي الكابتنيه كذا بالراحه. كيف المنصور ياخذ فرصه، محاور بتروسكين برابط، نقول الشهري يبدا اساسي، نحاول مرابط الامن جوليان واحمد موسى. هذا التكتيك الرسمي طبعا، الحمد لله لين الحين مصاب. خلينا نسكر مباراة احد، يلا نشوف هل بامكان الفوز ولا انا نقول بسم الله. فوزنا 3-1، ثلاثي من موسى جوليان وبرابط، ثلاثي النار، وريبا مار سجل لاحد. عبد الرحمن البيد رفض، لاعب مهم في الفريق بس الحين فرط فيه. بدل عسير عرض الرفض طبعا اللي قدموه إدارة الفريق الثاني. بريكان أيضا رفض. المباراة الجاية أمام التعاون، بعدها راح يتم تحديد قرعة دوري أبطال آسيا. لا قبلت والله قبلت بالغلط، طبعا هذا قبول ويلا. مشكلة إني قبلت بيعة البريكان، إن شاء الله ما ينباع، راح يفيدنا كرديف يعني. لا ابراهيم غالب بس ما راح تلعب. خلينا نسكب التعاون. صراحة غرات ما في صفقة مهمة من ديفا، لكن احتمال بعد ذي المباراة في حال بيع البريكان خلاص يعني راح احتمال تجيب صفقة ممتازة لا بأس بها تدعم صفوف الفريق. أمام التعاون إن شاء الله نفوز، أدام ما دخل هيلدون سجل تعادلنا. جوليانو هداف الدوري يسجل، تنتهي 1-1. اتوقع يا جوليانو الهداف، لا والله الشمرال ب 11 وقوميز، وطبعا مع جانيني وجوليانو وقوميز 10، منافسه قويه. صفقه اللي كانت في البال طبعا صفقه محمد الكويكبي هي الصفقه اللي كنا بنتمها، لكن الان خلينا نشوف كيف ما راح نباع انا اعرف، بس كذا بنقدم ونشوف عندي الدوري السعودي وقعت مع مين، فراح اقدم اذا وصلنا او راح اقدم وارجع لكم اذا وصلنا للساعه الاخيره. بندر ما ادري من ذا اللاعب. التعاون مش شرى ولا حد. الحزم ايضا نفس الشيء مش شرى ولا باع اي احد. الرائد باع اموره، احتمال يا يكون اعاره يا مع نهايه عقده راح يغادر الفريق الجديد. روس انتقل للفتح. الشباب ضموا حمزاوي وكلوس وفوستر، أغلبها يمكن يضمون الموسم المقبل. وتشابالالا راح الفيحاء، وأيضا لاعب غريب الصراحة، وكوبرا راح فيصلي. صفقات عادية القادسية. النصر ضم برافو بمليونين وجاب جونز، أو بعد جاء جونز. سلم الدوسري احتمال كبير غادر من الهلال مع سبيل العيارة، أو من يوم ما انتهى عقده غادر، لأنه ما وقع مع أحد. الاتحاد موقع مع أي أحد. ويلا خلينا نقدم ونرجع لكم. على انتقال فرشان بعد وش؟ تقريبا تشكيلة شباب حبيبي الجهني. وقعنا معاه صعدناه. الآن الفرق بيننا وبين منافسنا القدسية 4 نقاط. خلينا نشوف مرشحين للاعب الشهر. طبعا اللي أخذ الدوسري لكم مرشحين كان جانيني من الأهلي، والدوسري من الهلال، والنصر أحمد موسى، ومن الهلال قميز. اللي أخذها سالم الدوسري لاعب الهلال. حلو الغنام متوقع تدريبات الجاية 67، وأيضا يحيى الشهري يعني في تطور كبير في لعيبة العالمي. الجولة الجاية أمام القدسية جولة مهمة، مؤتمر صحفي مدح لجوليانو أفضل لاعب في الفريق. مباراة كبيرة جدا، فرق 4 نقاط، فرق مو بصعب يعني مو بسهل، قادرين يقربون مننا بسهولة في الجولات المقبلة. ايش راح يقول المدرب بشير البري؟
طيب خلينا نشوف المجموعات في دوري ابطال اسيا قبل ما ننهي الحلقه. كم مجموعات السدني كروزيرو وشان دونغ الصيني. الاهلي مع كوشي موب طال فريق، والهلال مع جوانزو سيول. طيب خلينا نشوف اخر شيء حلو كاسباني. الحلقه المقبله باذن الله راح تكون مليانه في قادسيه والاهلي واحتمال ظل الفريق الصيني، فيعني راح تكون حلقه دسمه. فاذا تبون الحلقه المقبله تنزل في اقرب وقت، وندعمك هذا المقطع وفعل زر التنبيهات عشان ينزل لكم ان شاء الله، او تكون اول من شاهد مقطع بكره باذن الله. لان بكره زي ما عودتكم يوم الثلاثاء في مقطع، يوم الاثنين والخميس الجمعه مع الجد والجديد في نزلت المقطع، ويمكن انزل لكم في يوم من الايام مقطع. فارس جيمز، مع السلامه.